بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بدنا نحكي عن الإلينغهام دايجرام واستخدامه في البلاست فيرنس. طبعا رح نعرف في البداية ايش هو الإلينغهام دايجرام ونحكي كيف بيتم استخدامه بالبلاست فيرنس. تمام، هلا السلايد الأولى عمالها بتحكي لك تعريف. بدنا نعرف الجيبس فري انرجي. الجيبس فري انرجي اللي هي عادة الستاندرد جيبس فري انرجي، واللي هي عبارة عن ميجر او هي عبارة عن الدرايفنج فورس لأي رياكشن بيحصل. تمام، فإذا كانت كقيمة تساوي بالنيجاتيف معناها انه هذا الرياكشن بيحصل بشكل تلقائي وسريع، spontaneously reaction او proceed spontaneously، while if it is positive لما اذا كانت هي إشارتها موجبة معناها إنه هاد الرياكشن ما بيحصل وبحاجة لـ external inputs. أوكي، فالـ standard Gibbs free energy هي بالواقع تساوي الـ delta H minus T delta S. طبعا هاي أكيد بتعرفوها الرياكشنز، هذا أخدتوه بالثيرموداينامك إنه الـ Gibbs free energy إلها دخل بالـ energy الـ heat الرياكشن بيعطيها، او اذا كان الرياكشن اندوثيرميك او اكزوثيرميك، وكمان الانتروبي اللي هي دلتا اس تغير بالانتروبي في والتمبريتشر. اوكي، فهاي هي عباره عن الجيبس فري انرجي. تمام، فالجيبس فري انرجي بمره ثانيه بنعيد انها بتتاثر بالانثالبي اللي هي دلتا اتش، وممكن الانثالبي زي ما حكينا ممكن انها تكون بوزيتيف او ممكن تكون انها نيجاتيف. اذا كان الرياكشن بيعطي هيت تمام تكون يعني تكون نيجاتيف، بينما اذا كانت بوزيتيف بيكون الرياكشن اندوثيرميك، يعني نيجاتيف اكزوثيرميك وبوزيتيف اندوثيرميك. الاس هي عبارة عن الانتروبي. اوكي، فالسلايد الثاني عمالها بتحكي، طب خلينا نحط لكم اياها على عرض. التعريف بتعرف لك الانثالبي زي ما حكينا، اذا كانت نيجاتيف بتكون عباره عن الرياكشن شماله بيعطيه given of energy بيعطيني هيت حراره اكزوثيرميك يعني، واذا كانت بوزيتيف يعني انه هو بحاجه لانرجي ماس للهيت فاندوثيرميك. الانتروبي، الانتروبي طبعا تتأثر بالفيس، بالفيس ترانسفورميشن، يعني إذا كانت الماتيريال سوليد بتكون ordered، بينما إذا كانت ليكويد بتكون less ordered، بينما إذا كانت غاز بتكون highly disordered. أوكي، فحسب إنه بالرياكشن إذا أنا عمالي بفاعل سوليد ماتيريال مع ليكويد ماتيريال وبحصل على غاز مثلا، بالتالي هون بصير في عندي عملية إيش changing في الانتروبي. تمام، وبصير في عندي عملية increasing أو decreasing للإنتروبي. أوكي، طيب هلا هون حطينا يبقى الأركان الرئيسية للتفاعل السابق اللي إحنا حكينا اللي هو هاد، اللي هو تعرفنا على Gibbs free energy، الستاندرد Gibbs free energy والإنثالبي والإنتروبي مع التمبرتشر. هلا لو هاد الرياكشن أو هاد التفاعل جينا يعني هلا شو هو الإلينغهام دايجرام؟ الإلينغهام دايجرام بيحكي لك هو عبارة عن علاقة بين مين ومين، بين الدلتا جي اللي هي الستاندرد جيبس فري انرجي مع التمبرتشر. اوكي، يعني لو جينا رسمنا، نرجع على الرياكشن مرة ثانية، هاد ارجع ارسم علاقة ما بين دلتا جي مع التمبرتشر. تمام، ايش بدها تكون العلاقة؟ بين من المعادلة انها بتكون علاقة خطية. تمام، ايش بده يكون عندنا السلوب؟ السلوب هو عبارة عن دلتا اس ماينس دلتا اس. تمام، والدلتا اتش هي عبارة عن ايش؟ الواي انترسكت. اوكي، فيعني التفاعل راح يكون او الريليشن شيب الإلينغهام دايجرام بيمثل لك علاقة الدلتا جي مع مين؟ مع التمبريتشر، مع التمبريتشر. تمام، والدلتا اتش هي عبارة عن الواي انترسبت، وال الدلتا اس هي عبارة عن السلوب. هلا راح ترجع او راح تشوف الإلينغهام دايجرام. طبعا اذا كانت الفري انرجي نيجاتيف هي عندنا هون الإلينغهام دايجرام بيكون عبارة عن هاي، نرجع نشوفه، هيو كبرت لكم اياه هون بشكل اكبر او افضل. هو هاي زي ما انتم شايفين الواي اكسس هو عبارة عن دلتا جي، والاكس اكسس عبارة عن التمبرتشر. فشوفوا شو التفاعلات، هي مين رياكشنز، هي عبارة عن اوكسيديشن رياكشنز صح، اللي هي بتعطيني بوزيتيف
positive slope. الأعمال أنا بتحول من غاز إلى إيش؟ لأكسيد. فلاحظ إنه هون عمالي إيش؟ صار عملية changing في الانتروبي ل decreasing في الانتروبي، تمام؟ بإنه كمان السلوب هو أصلا ناقص دلتا إس، فبالتالي أعطاني بوزيتيف. ناقص مع ناقص بيعطيني بوزيتيف. فزي ما أنتم شايفين عندنا هون معظم الأكسيدز، يعني مثال عليها مثلا هون الكبر بتفاعل مع الأكسجين بعطيني 2Cu2O. هاي هي العلاقة، شايفينها كيف عبارة عن linear relationship تقريبا. الليد بتفاعل مع الأكسجين بعطيني 2 lead oxide، يعني الاس بتفاعل مع الاكسجين بيعطيني SO2، وهكذا نقيس على هذا الحكي. معظم اللي الرياكشنز اللي عباره عن، نرجع مره ثانيه للسلايد، ايش بتحكي لك؟ بتحكي لك انه التفاعلات هاي معظمها فور متر رياكشن تو فورم اوكسايدز، يعني معظم التفاعلات زي ما انتم شفتوا قبل شوي انها ايش؟ بتتفاعل عندي ميتلز مع الاكسجين بتعطيني اوكسايدز، تمام هيك؟ مثال عليها مثل السلفر، الكلوراين الى اخره. بس في عندنا هون طبعا هاي كليتها عباره عن اكسبيرمنت اجروها على 1 اتموسفير، والبارشل بريشر كان تقريبا 1 مول اوف اوكسجين، اللي هي عملية الكونسومشنز للأكسجين كان تقريبا 1 مول، يعني مجرينها على تحت ستاندرد كونديشنز، أوكي؟ وطلعت معهم العلاقات زي ما ورجيتكم إياها. طيب هلا لو نرجع مرة تانية للإلينغهام دايجرام، طبعا إذا كانت الصورة مش واضحة بإمكانكم تجيبوه من النت، يعني الإلينغهام دايجرام بس اكتب كلمة إلينغهام دايجرام بيطلع لك، أو على بيج 358 بالماتيريال اللي أنا أو بالمادة اللي أنا صورت لكم إياها، إذا كانت موجود معاكم، يعني بالتصوير، التصوير الموجود معاكم بصفحة 358. على كل حال أنا حاولت إني أكبر بعض الصفحات، يعني زي هيك هيك الصفحة أتوقع إنها واضحة ومبينة. يعني أنا بدي من الإلينغهام دايجرام بعض الشغلات هلأ رح نوضحها ونحكي عنها. يبقى أول نقطة فهمناها إنه معظم الماتيريالز أو الميتالز بتتفاعل مع الأكسجين بتعطيني أوكسيدز، تمام؟ والسلوب إلها بوزيتيف لأنه صار في عندي ديكريز في الإنتروبي. تحولت الماتيريالز من غازز تقريبا، من الأكسجين تحولت لإيش؟ لأوكسيدز، أوكي؟ طيب هلا في عندي هون واضح إنه في عندي إكسبشنز لإلينغهام دايجرام، إنه هو تفاعل الكربون مع الأكسجين، تفاعل الكربون مع الأكسجين ويعطيني كربون ديوكسيد اللي هو CO2 بهاي الحالة 1 مول أوف كربون بيعطيني 1 مول أوف CO2، أو 1 مول أوف أكسجين بيعطيني 1 مول أوف CO2. فهون ما فيش في عندي عملية تشينجينج بالإنتروبي، ليتل تشينج إنتروبي، فبالتالي هو راح يكون عندي هذا الرياكشن بالذات راح يكون عبارة عن نيرلي هوريزنتال، أوكي؟ وشوفوا هيو شايفين؟ هاي الكربون بتفاعل مع الأكسجين بيعطيني CO2 على الإلينغهام دايجرام هوريزنتال. ليش؟ لأنه ما فيش عندي changing في الإنتروبي. 1 مول في أكسجين أعطاني 1 مول في CO2، غاز غاز أعطاني، فبالتالي ما فيش change بالإنتروبي، a little change in entropy، فبالتالي أعطاني اللاين عبارة عن هوريزنتال، تمام؟ تفاعل ثاني اللي هو كمان الكربون 2 مول of كربون زائد الأكسجين بيعطيني 2 CO، اوكي؟ يعني 1 مول اوف اكسجين اعطاني 2 مول اوف CO، فبهاي الحالة صار في عندي شو؟ صار في عندي increasing بالانتروبي، we have increase in the entropy، فبالتالي هذا بيأثر انه صار في عندي increase بالانتروبي، decrease بالسلوب، العكس طبعا، decrease بالسلوب اعطاني التفاعل هذا، او اعطاني الخط هذا زي ما انتم شايفين، هاي هذا الخط بدل ما يكون عندنا السلوب بوزيتيف اعطاني نيجاتيف. حكينا ليش؟ لان نرجع من عيد انه عندي انا هون 1 مول من الاكسجين اعطاني 2 مول اوف سي او، فصار في عندي انكريز في الانتروبي. لما يصير في عندك انكريز في الانتروبي معناه ديكريز في السلوب، تمام؟ فبالتالي هذا هو الخط. هلا هون عندك التفاعل هاد مهم جدا اللي هو بيعطيني ريديوسينج ايجنت سي او، اوكي؟ طيب أنا شو بستفيد من هالحكي هذا كله؟ بستفيد إني أنا عندي هون ليش اختاروا CO هو عبارة عن reducing agent؟ لأنه زي ما أنتم شايفين هذا الخط جاي بأول إشي اتجاهه مختلف عن اتجاه بقية الأوكسايدز، فبالتالي هو بيقدر يعمل عملية reducing لكل الأوكسايدز اللي هو جاي تحتيها. يعني هلا هون CO بيقدر يعمل عملية ريدكشن للFeO، بيقدر يعمل عملية ريدكشن للSO2، بيقدر يعمel عملية ريدكشن للCO2O، وهكذا.
فهمنا كيف؟ بناء على ايش؟ لانه الخط جاي عندي اسفل الخطوط الاخرى. فهذا الحكي بتوضحه للسلايد هاي. اول اشي انا بستخدم uses of the Linkham diagram to determine the ease of reduction of a given metallic oxide. تمام؟ كيف هذا الحكي بيصير؟ انه عندنا البوزيشن اوف ذا لاين فور ا جيفن رياكشن. لاحظنا انه عندي بالبلاست فيرنس حكينا ان الريديوسينج ايجنت هو عباره عن السي او، صح؟ فبالتالي اللاين تبعه جاي بالاسفل، بالاسفل من الاكسيد الثاني، فبالتالي بيقدر يعمل عمليه ريدكشن لكل الاكسايدز اللي هو جاي تحتيها. يعني كل ما كانت الاكسايدز باعلى الالينغهام دايجرام بورجيني انه الاكسايدز بيكون مور ستيبل. تالي الماتيريالز مثل مين؟ اللي هي نوبل ميتالز، النوبل ميتالز مثل الجولد والبلاتينيوم إلى آخره. وكل ما أنا بنزل are unstable and reduced، كل ما بنزل أنا toward bottom of the diagram the metal become progressively more reactive and their oxides become harder to reduce. يعني انت تطلع على الإلينغهام دياجرام كمان بعطيك وين الرياكشنز اللي سهل انه يصير عندنا عملية ريدكشن للأوكسايدز إلها. فلاحظ انه هنا الجولد والبلاتينيوم كلها هاي ما بتكون على شكل أوكسايدز، معظمها بتكون على شكل بيور في الطبيعة، بينما هون لقيت الميتلز مثل الـ Fe بلاحظ إنها شمالها أدنى شوي، فبالتالي إنها ممكن تكون شمالها more أو harder to reduce. أوكي؟ طيب زي ما حكينا هون معطينك مثال قايل لك إنه الـ Mg line بيقع تحت الـ Ti O line، تمام؟ فبالتالي لما الـ Mg يقع تحتيه فبالتالي الـ Mg ممكن إنه يكون reducing agent لمين؟ للـ Ti O 2 زي ما حكينا سابقا. وهاي نقطة كثير مهمة. فهنا بيرجع بملخص الحكي انه عندنا التفاعل هذا، الكربون بتفاعل مع الاكسجين بيعطيني 2CO، والريديوسينج ايجنت CO هو كلاين يقع تحت او اسفل معظم الاوكسايدز اوف ميتلز مثل الكروميوم اوكسايدز، مثل السيليكون اوكسايدز، التيتانيوم دايوكسايد الى اخره، فبالتالي هو يعتبر كريديوسينج ايجنت. وشكرا لكم لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.